حطوا لي بوان سور لي زيك. حطي بي. الاشكال انه ساعات البلديه تاخذ قرار باه القانون يطبق نهار الاول والثاني نهار الثالث تجي تلقى نفس الشيء باه ماو تشا حنا وتشا مرتبط لدين زيد ما شكون يسهر على تطبيق القانون ترك تطبق قانون تسهر عليه ثاني تسهر عليه معناها تتبع على زيد يا امير عقليه انه لازمك تحب بلادك راهو والله راهو والله حتى في الغرب راهم ما في العقليه ما يفوتوناش راهو اما القانون هو اللي يغلب راه مره واثنين بالصفه عليه راهو ما ثماش هذه اليوم انا نحيت انتصاب فوضوي نهارين ثلاثه ومن بعد راه ما ثماش يرجع نحيتك هو في الموضوع يتسكر راهو بالحق راهو اليوم شيء يحشم اذا كان كل مره باش نبقاو جمعه جمعتين تجي البلديه ولا تجي الامن ولا ما نعرفش شكون يجيوا البقعه ويفرغوها وينظفوها ترجع محلاها بعد ثلاثة أيام ترجع كما كانت راهو لهنا ملوم 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 مش عالي يرجعوا راني خد كلقاو دولة واقفة مسؤولين واقفين راهو ما رجعوش راهو ما تجرؤوش مش رجعوا راهو بالحق اليوم راهو شي حشم راهو واحد يبدأ ماشي مفجوع في الشارع مانيش باش نحكي على التنمية مثلا ماشي بطبيعتها هذيك عندنا مراتب لطف برا في التنمية من آخر ما ثم معناش حتى في سلم جودة الحياة اليوم مانيش كلاسي راهو اللي دار في قروان برشا ومشى للرياف والله اليوم برشا ارياف خير من قروان المدينة في النظافة في النظام في كل شيء يا اخي بالحق من ماشيين به شنو وين يحبوا يوصلوا به حب مع الجهة العباد مع الشعب والكلام موجه نصوره للسلطات المعنيه وايضا زاد راهو شوف المواطن حتى المواطن عنده المواطن درجه راهو يجي من بعد خاطر انا منمن بالقانون القانون يطبق الدولة والمواطن هو اللي يرضخ للقانون والله زيد يا ميرسي مالوغو راهو تلقى انت اعوان البلديه ساعه مشكورين يسهروا يعني للصباح ينظفوا في الكياش مالوغوزمون يجي انسان اونتر غيمي يعني يعمل هكا الى وحس شي بالكهرباء 4 نتاع الصباح وبتلقاها في هكا 7 نتاع الصباح رجعت الدنيا كيف ما كانت معاك انا افرض عليه عاقب وكي تعاقبه مره زوج ما عادش يعاود راهو ديما راهو حتى كما قلت راهو في الخارج راهم يلوحوا الزبله راهو ويلوحوا الساشيات من الكراه اما راهو كي تشاف يتعاقب ما عادش يعاود راهو اليوم القانون هو اللي تفرض راهو على العباد صحيح العباد ما عندهاش وعي وتلقى فئه ما عندهاش وعي هذاك القانون يجيبوا الاثنيه بالصفه عليه تو يوعه راهو كي تمس مره في جيبه بختيه تو بالصفه عليه كيما القانون الماليه نسبه ما فهمت قبل ما يلوح الزبله لازم قانون منوع مش يحط فلوس تو يبطل معناها راهو اليوم بالحق راهو شيء بالحق العباد من قرى القراوه اليوم مهربين من بلادهم رانا ينعمروا في بلاد اخرى رانا نمشيو نعمروا في بلاد الناس اليوم راه معناها يحبوا يصحروها بالمدينة العربي كانت فيها تقريب 30,000 نسمه اليوم فيها 8,000 فرغت ما عادش عندك نسينا لا حتى شيء حتى بالله السايح قبل لو نهزوا للسوق مشوا للسوق اليوم ما عادش تلقى حرفيين تخدم تلقى كان سرعه نتاع الصين اليوم معناها تخيل انت باش تجي تبيع السايح يرقى البلاكه ما دنشينا اي فوالا علاش علاش جايك هو باش ياخذ الحاجه نتاعك انت دونك بالحق راي كيف خنجي وزت لوسخ رانا اليوم ولينا ماده دسمه في الاعلام وفي التلفز راهم اللي يخدموا بينا يطلعوا بينا في اللوديمات رانا ولينا ما نعرفش انا زيد ما زيد الدقيق كما قلت انت يعني الاكزامبل باش توري غياب الدوله انا قلت لك انا والله اي حد يقول لي غياب الدوله نجيبوا القروي طيب من مدخل الزربي يبدا ماشي يبدا عنده كارني ويقيد توي راه العجيب الخير والبركه بالحق وين يقولون وين يحبوا يهزوه وين ماشي ما ثماش حتى مسؤولين الدور يا اخي يعيشوا معانا ولا ايه يشوفوا في البلاد وين ماشيه راهو الواحد ولا يخرج الصباح والله يبدا يعامل عين راتو عين مراتش خاطر شيء يحزن واحد ساعات شوف هو راهي توصل كل تشبهنا مش باش نعم اما انا خويا غير على القروي ونعرف اللي دار ثم ولاد خير من فيهم اما على الاقل ثم عباد تحسها واقفه صحيح. احنا ما ثماش واقفه راهو اليوم ما عندنا حتى ما تنفس في القروي كيف حقك البيسين حكينا عليك المره دي ايه. انا مازال خرب كهو. مش نكمل مانيش نحكي حتى على البركاجات اليوم واللي صاير كل والسرقه ثم اليوم السرقه رجعت في القروين تعرف ما اسمها سرقه على الكياس حوين تاع الكياس كياس رئيس في اللي يتخلعوا يتسرقوا مسؤوليه تشكون هي بالحق مسؤوليه تشكون يحبوا يعيفوا الناس فيها يحبوا الناس تهرب يحبوها ترجع ارض بور ارض قاحله يحبوها ترجع صحراء ولا شنو خاطر بحق احنا راهو يزي عينا وفدينا
اذا كان تحبوا قلنا اذا كان تحبوا تهجونا الكل يجي وطلعوا لنا قولوا هجوا منها خلينا نمشيو نعمروا ولايات اخرى ونخدموا غادي ونعيشوا غادي خاطر بالحق العيشه اليوم في القرون ما عادش تطاق بربي يا مسؤولين يا اللي ساهرين على البلاد يا اللي يا اللي تعيشوا في معنا في القرون بجاه ربي تلفتوا لها وطبقوا القانون وطبقوا القانون طبقوا القانون راهو الردع وردع به تيخي ما ثم حد يا ربي من المسؤولين تعدى الصباح لرومبامارينا خلينا نسمي رومبامارينا وانت من غادي من غادي وانت التسيب اللي تراه غادي التسيب وتشوف الفوضى يا اخي حتى ما يتعدى من غادي ما يحزنش كي تعدى من غادي والله ساعات نعدي ماشي في تاكسي وتكون اثنيتي نقول له بالله يجيب بيا من اي كياس اخر من غادي لي نتعب النفسيه نتاعي بالحق تتاثر على الاخر بالحق علاش اليوم والله سي مالوغول والادهى والامر اللي دائما نحن نحكي فيه سوجي ولا والله تعبنا بالحديث راه احنا كل مره تو تتحرك تتصلح شيء بربي يزيونا رانا عفنا حياتنا والكلام هذا كما قلنا راه موجه للسلطات المعنيه وايضا زاد حتى للمواطنين ميسيج حتى لو كان في غياب القانون وفي غياب خويا حب بلادك ميسيج شرا ويدا ويدا نجمو نحبو بلادنا نجمو نخدمو لصالح بلادنا بلادك هذه بلادك دارك يعني من المستحسن انه الناس الكل ويدا ويدا حتى لي نمشيو لبر الامان وتولي قروان بالحق وجهه سياحيه بالحق صحيحه وفيها مسلك سياحي بالحق صحيح ماهوش كيما الصور اللي كنا نشوفو فيه مالوغوزمون هذه هي الحقيقه امير واحنا هنا ما نغطيوش عن الشمس بالغربال وكانت هذه الامير قلبه معبي الامير قلبه معبي يلا احنا مازلنا متواصلين معاكم.